عندنا الماء يقص عندنا تو اكثر من 3 شهور من العشيه يقص علينا، يرجع كان الصباح ساعات ماضي 3 ساعات 4 نتاع الصباح ساعات كل مره وكيفاش. والطريق وعدونا به الى حد الان ما فماش حتى شيء، وعملنا مرتين وقفه احتجاجيه على الطريق هذايا وما فما حتى شيء. نطلبوا من السلطات المعنيه باش يعملوا لنا لفته ويجوا يعملوا لنا طله. والطريق هذايا مبدئيا فيه اشكاليه من 100 متر الاولانيه، فيه برشا شوك، خوف على التلامذه في الليل، كل عشيه 6:30 الدنيا شتاء ومطر تصب والدنيا ظلام، معناتها متعذبين عذابا أليما.